دشنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم مكتبها الجديد في إمارة رأس الخيمة ضمن جهودها الرامية إلى توسيع خدماتها للمتعاملين وللشركاء والمؤسسات ذات الصلة بهذا المجال. في إطار الشراكة بين وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للمواصلة البرية والبحرية، افتتحت الهيئة مكتبها الجديد في إمارة رأس الخيمة تجسيدا للتعاون والتميز المؤسسي الذي تسعى الهيئة لتحقيقه مع شركائها الاستراتيجيين. تعبير عن الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية وكيف يمكن أن يحقق ترشيد للنفقات والمصروفات. هذا المركز يصرح أو يرخص كافة الوسائل البحرية والبرية وأيضا العاملين على هذه الوسائل. أيضا يصدر الشهادات والتراخيص بشكل عام للشركات البرية والبحرية. احنا نرخص السفن التجارية وقوارب النزهة والعاملين على السفن، تراخيص الشاحنات وشركات الشحن البري. الهيئة حرصت على تقديم أفضل الخدمات عبر قنوات مختلفة وتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة، مما يحقق الهدف الاستراتيجي وهو إسعاد العملاء ورفاهيتهم ودعم رؤية حكومة الإمارات في ذلك، حيث طبقت الهيئة مؤخرا خدمة الترخيص الإلكترونية. أول شيء قدم الكاستمر المعاملات عن طريق الأونلاين، ويوصلنا في نفس الوقت إشعار عندنا هنا على الكاستمر سيرفيس. احنا نشيك على المعاملات، نشيك على المرفقات اللي حاطها، اذا معاملته سليمه 100% نعطيه موافقه، ويقدر يوصل اشعار انه يقدر يدفع ويطبع في نفس الوقت. هذا وسيفتح مكتب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في رأس الخيمة أبوابه أمام العملاء يوم الأحد وحتى الخميس من 9 صباحا وحتى 2:30 ظهرا.